العباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع السنن، سنن الترمذي. الآن أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة الممتحنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد، وكما قال إمام ابن حبان جمع وصنف وكان من الثقات. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين من الثقات الأثبت. قال: حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني أبو عبد الله الكوفي. نعم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. قال: سمعت شهر بن حوشب. شهر بن حوشب فيه بعض الخلاف، والراجح أنه ضعيف إن لم يكن الاتفاق موجود. قال: حدثتنا أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، هي أسماء بنت يزيد بن السكن. نعم، أسماء بنت يزيد. قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا تنحنا من النياحة. لا تنحنا. قلت: يا رسول الله، إن بني فلان قد أسعدوني على عمي، ولا بد لي من قضائهن، يعني أن أسعدهم كما أسعدوني. نعم، قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهن. فأبى علي، فعاتبته مرارا، يعني راجعته مرارا، فأذن لي في قضائهن، فلم أنح بعد قضائهن ولا على غيره حتى الساعة. ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. قال: حديث حسن غريب. وفيه عن أم عطية قال: عبد بن حميد أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد ابن السكن. هناك أشكال صراحة في هذا الباب. ورد النهي عن النياحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان بأمتي هما بهم كفر، النياحة على الميت. والعجيب أن بعض طلبة العلم كانوا درسوا معنا، يعني أزهلني أمس عندما قال لي في مسألة القسم أن مسألة القسم غير الله دي مسألة خلافية فقهية، مسألة فقهية خلافية، يعني أتعبني جدا، وأنا يعني أتمثل فيه خيرا إن شاء الله سيكون يعني طالبا للعلم جدا، لكن مشكلة كبيرة جدا عندما يغطي على المرء أشياء ما يستطيع دفعها عن نفسي. وأيضا حتى لما زجرته بشدة قال لي: طيب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان بأمتي هما بهم كفر، هذا أيضا خلاف فقهي. هو الآن قال لي: فين يعني، أليس هذا فقهيا؟ فين العقيدة في هذا الباب؟ استغربت أكثر وأكثر، فقلت أسأل طلبة العلم الآن حتى لا أصعق، هل هنا يعلمون ذلك أم لا بالنسبة لهذا الباب؟ ثنتان بأمتي هما بهم كفر، قال النياحة على الميت، هل هذه مسألة عقدية أم مسألة فقهية؟ أو ما علاقتها بالعقيدة؟
الله أكبر، والله أسعدتني، مع إن أنا عايز أخنقك يا سعيد، لكن الله يسعدك كما أسعدتني. لا إله إلا الله، يا توفيق أنت يا ابن البلاء عليك نازل صبا صبا بين عليه. أو هو أن بفضل لا فتح لك، فتح الله لك آفاق. نعم هو كفر دون كفر، نعم، لكن شوف هنا ما شاء الله. وسلفي أيضا، الله الله يسعدك يا أستاذ سلفي أنت أيضا سعادة تامة غير منقوصة، سبحان الله. هذا الصحيح، ومنصور أيضا أتى بها، ممتازين ممتازين، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر، بركتم بركتم. مع أنه أنا أقدمه على كثير من طلبة العلم، لكن سبحان الله يعني هو العلم أرزاق، العلم أرزاق، الله أكبر. شوف أهو أنا إيش، أنا لست ساحرا ولا يعلم الغيب، سبحان ربي العظيم. أرأيت؟ أسأل ربي أن يرفع عنك ما أنت فيه. أبشر خير، أبشر خير. رفع الله مقامه، سبحان ربي العظيم. نعم شوف، واتى بها تفصيلا، هو حقا الكلام كله على التسخط على اقدار الله جل في علاه، بركتم وربي بركتم، لان هذا فيه ما قالوا الى مساله التسخط على قدر الله جل في علاه. عامه النياحه على الميت هي من الشرك، هي من الشرك وهي من الكفر، وطبعا الكفر كفران، كفر اكبر كفر اصغر، والكفر الاصغر هنا هو مسألة التسخط، إنه وسيلة على التسخط على قدر الله. فإذا كان التسخط على قدر الله إذن دخل في هذا الباب، باب الاعتقاد. لذلك قال الإشكال هنا النهي ورد، وهنا لما قالت يا رسول الله لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه، ما هو المعروف؟ قال لا تنحنا. فقالت إن بني فلان قد أسعدوني، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، فعتبته مرارا، يعني راجعته كثيرا، ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أجل ذلك، فراجعته كثيرا. فلما راجعته كثيرا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقضي، قالت فأذن لي في قضائهن. فاختلفت المسألة كثيرا، يعني العلماء اختلفوا، أنظار العلماء اختلفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لها ذلك، والنهي وارد. فهنا المالكية أخذوا بالإباحة وقدموها على الحاضر، وقالوا بأن النياحة ليست حراما، وهذا بعيد وشاذ وضعيف. المالكية قالوا بأنها ليست حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لها، إذن فهي على الكراهة، فإذن يجوز النياحة لكن على الكراهة. والبعض قال أن النياحة حرام، وهي خاصة بأسماء بنت يزيد بن السكن فقط، وهي خاصة بأسماء بنت يزيد بن السكن. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لغيرها، يعني هو ورد أيضا هذا الحديث، ورد عن غير أسماء، ورد عن أم عطية، فحصل الترخيص بأم عطية رضي الله عنها أرضاها. نعم، ورخص الأم سلمة الأنصارية في هذا الحديث، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايعهن على قول لا يشركن بالله شيئا قالت خولة بنت حكيم يا رسول الله كان أبي وأخي مات في الجاهلية، وإن فلانة أسعدتني، وقد مات أخوها وأريد قضاء ذلك، وأذن لها. ورواية الطبري من طريق مصعب بن نوح قال أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذ علينا ولا تنحنا، فقالت عجوز يا نبي الله إن ناسا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتنا، وإنهم قد أصابتهم مصيبة، فأنا أريد أن أسعدهم، قال فذهبي فكافئيهم. قالت فانطلقت فكافأتهم،
ثم إنها أتت فبايعته. إذن الحق هنا الآن أن المسألة ما كانت واقفة عند أسماء أم سلمة الأنصارية، في غيرها أخوات. فالحق الذي يقال في هذا الباب هو يا رب أمين. الحق هنا أن نقول بأن الجمع بين هذه لا يقال بالتخصيص، ولكن الجمع يقال عليكم السلام عليكم. الجمع يقال في هذا الباب أن النياحة كانت مباحة في أول الإسلام، وبعد ذلك كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شدد بعد ذلك على التحريم وقال ثنتان بأمتي هما بهم كفر، قال منها النياحة على الميت. فالنياحة محرمة تحريما مغلظا، بل هي كبيرة من الكبائر، لأنها فيها التسخط على قدر الله، وفيها وسيلة إلى أن يدخل المرء في الكفر الأكبر بعظم التسخط على قدر الله جل في علاه. فإذا قول النبي أنه أذن من أذن، فقال أذن في قولها أذن لي في قضائهن، قول النبي أو قول أم سلمة أذن لي في قضائهن، أن هذا كان كما قلنا في الأول، وأن أول الأمر كانت النياحة مباحة، ثم كانت الكراهة كراهة تنزيهية، ثم تم التحريم بعد ذلك تحريما أبديا، بل كان التحريم على أنها كبيرة من الكبائر، لأنه جعلها شركا عندما قال ثنتان من أمتي هما بهم شرك. وأيضا في المرأة العجوز أنها ذهبت فأسعدت ثم جاءت فبايعت، ذهبت فأسعدت ثم جاءت فبايعت، فيكون هذا الجمع بينهما والجمع الصحيح في هذا الباب على أنه كان مباحا أولا، ثم بعد ذلك تم التحريم تماما. وهذا التحريم كما قلنا على الكبير، وأن النياحة على الميت من الكبائر، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر، ثم نسخ كل ذلك فصار حراما، وكما قلنا صارت كبيرة من الكبائر، لأنها وسيلة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، ولذلك قال ثنتان بأمتي هما بهم كفر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران، وتشوف الحر كيف يفعل فيها إذا اقتربت الشمس أو كانت قريب من النار، فيكون العذاب أيام عذاب في ذلك، ثم ترى سبيلها إلى جنة أم إلى نار. هذا الذي جعلنا نقول أنه كفر دون كفر. الفوائد المستنبطة: مراجعة المفضول الفاضل، نبل العرب وشهامتهم. قالت أسعدتني فلابد أن أسعدها، نبل العرب وشهامتهم. ألفة القلوب مقصد عظيم من مقاصد الشرع، ألفة القلوب مقصد عظيم من مقاصد الشرع. ما فيها سيارة؟ تفضل.